السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا سكينة من المغرب، إحدى متابعي قناة منح من كل الألوان، وأيضا إحدى المقبولين في المسابقة التي أعلنت عنها القناة فيما مضى لتقديم لعشرة أشخاص مجانا من خلالها. أود في هذا الفيديو أن أقدم جزيل الشكر للقناة، وأن أعرب وأعبر عن امتناني لمصداقيتها، حيث أنه بعد الإعلان عن المقبولين في المسابقة تم التواصل معي مباشرة بعدها عبر الواتساب، وقد تمت مساعدتي حق المساعدة. ختاما، أتمنى لقناة منح من كل الألوان الدوام والاستمرار على الجهود الرائعة. يسعد أوقاتكم، شكرا من كل قلبي لقناة منح من كل الألوان. عن طريقهم قدمت لمنحة في الجامعة وساعدوني كتير، وجماعة كانوا جديين وأنا سعيدة جدا بالتعامل معهم. هم ما خلوا عندي ولا أي سؤال ولا أي استفسار إلا جاوبوني عليه، وأنا كتير كتير مبسوطة إنهم ساعدوني. أنا يحصل لي الشرف إن أنا تعرفت على هاي القناة وتعاملت مع الناس العاملين القائمين عليها، وكنت محتاجة فعلا المساعدة وهم ساعدوني، فشكرا من كل قلبي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمي غالية زين من موريتانيا. أحب أشكر القائمين على قناة منح من كل الألوان على الفرص والمجهودات القيمة التي يقدمونها لنا كمشاهدين ومتابعين. أنا من أشد المعجبين بالقناة، ومؤخرا تم اختياري ضمن العشرة اللي راح أقدمه لهم مجانا كهدية بمناسبة وصول القناة 100,000 مشترك، وكان تعامل معايا حقيقة راقي، وبشكرهم على كل شيء، وإن شاء الله ألف مبروك على 100,000 مشترك وعقبال 1,000,000 مشترك.